الأستاذ مصطفى خلف المحامي؟ أيوة. مباحث المخدرات الشنطة دي بتاعتك؟ أيوة فندم. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك إذن نيابة؟ أيوة اتفضل. واضح أنكم عاملين حسابكم. الشنطة فيها أوراق مهمة وفلوس. تسمح لي أفضي محتاط الشنطة بنفسي؟ اتفضل. دي أتعاب القضية اللي كنت بترافع فيها. وده جلابية وفانيلا والباسك وكتابات. ده شبشب. وده ملف القضية. ودي حتة حشيش ما تش دعوة بيها. تفتيح المخ. احنا في عصر تفتيح المخ. طب لما هو كده ليه بتقفل في مخك بالهباب ده؟ بالعكس، ده انا بدهبزه وادهرزه عشان يبرعش ويحنكش ويبقى اخر طعطعه. وانت حالتك 800 جنيه؟ عيب ابو صلاح، ده احنا كسيبه ومخلصين وبنطلع القرش من بذر العنب. بذر العنب؟ اول ما نشخلي للشخاليل ونشرمق الشواشي هتسرسق البصاري وحنشفك دغري. هنشفني؟ اسبقك بالسبيك، يعني احينك اقبضك. انا مش من الناس اللي بيكتبوا اي كلام. ماشي يا استاذ، اقرانا انت بس كلمات الاغنيه. يا صبر السبسب قلوب الصبايا المت صبين، وصوب صبابك على الصبايا المصب صبين. يا صابر الصبر صبرنا بصبر المتصبرين. امين يا رب. لسه كفايه كده يا استاذ مننس. يا عم انا عايز اغني مش عايز اصاوب صوب. تقصد ايه؟ انا عايز كلمات خفيفه، كلمات رشيقه، كلمات تافهه. تعالى تاني في الدور التحتاني. حلو. ناكل لحمة ضاني ونحل بالدهان. يا سلام، هو ده ريس ستابولي عترة المؤلفين يا مكيافة. ادي الكلام اللي جيب فلوس. لا ولسه لما تسمع الغنوة التانية كمان يا عم مزاجنجي. قول. الله، مش لما نكمل دي؟ دي في الاوكي الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. اسمع يا سيدي. قول يا ستابولي قول. يا حلو بانت لبتك أول ما دابت قشرتك. يا عيني تحرم عليا محبتك وراح أتوب عن سكتك. يا سلام. القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي تنافى وضاع معاك كل الصفا. ضيعته بعندك يا أفا. يا أفا يا أفا. يا أفا. ما هو ده التجديد. طب أنا راضي ضميرك، عمرك سمعت أيتها حد جاب سيرة القفة في أيتها غنوة؟ لا. كلهم يا أخويا بيغنوا لي على العيون والرموش والبق والشعر، مع إن القفة ده مهم جدا. معاك حق. هو القفة دايما مظلوم، مع إنه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. بحبك يا ستابولي مهما الناس لموني. معايا حتة كيف؟ ما تزرع قميصك يا صلاح، الدنيا مش حارة للدرجة دي. الجو منعش وجميل، أنا في غاية السعادة. وطي صوتك، أنت مزعج كده ليه؟
كلنا لها عقبال عندكم جميعا. جرالك ايه يا صلاح؟ تعالى معايا تعالى معايا. ايه اللي هننسى عنه؟ طب امسك نفسك شوية. بتضحك على ايه؟ مش عارف يا جدع. امسك نفسك. مش قادر بجد. امسكها معايا. صوتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. معلش يا دكتور يظهر تعب فجأة. خد اصحابه على بره. خد مسخره انت. يشربوا الخلطة هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص عمر. خليك مؤمن. الإدرار بالناس هو منتهى الكفر يا سيد بطس. ومين قال إننا بنضر الناس؟ ده احنا بنفسدهم. الواقع والعلم بيقولوا كده. وفين هو الواقع ده؟ الناس من أكتر من نمر الناموس. نمرض عليهم نموتهم؟ يموتوا في 60 داهية، وإحنا مالنا؟ إحنا مالنا؟ خلي الدنيا تخف وتروق. يعني عاجبك الزحمة اللي إحنا فيها دي؟ لا ده انت سايكوباتي ده. نعم يا اخويا. ميت الضمير معدوم الانسانية. انا وايه كمان قول كلامك حكم. شايفين قيمة العلام يا بقر؟ انما الامم الاخلاق ما بقيت. انما الامم الاخلاق ما بقيت. فان هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فان هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. شكرا يا صلاح.